15 ريال البريكا، البريكا 15 ريال البريكا، 4 ديال البريكا 60، 15 ريال البريكا، 4 ديال البريكا 60، و4 ديال البريكا 60 ابا الحاج، 4 ديال البريكا غا 60، اجيو تشوفوا البريكا، البريكا، والبريكا عامرة وكتعمر، والبريكا البريكا وعامرة وكتعمر مع 60، 4 ديال البريكا 60، 4 ديال البريكا 60 ابا الحاج، اجيو تشوفوا البريكا 64. والبريكا البريكا والبريكا عمره كتعمر 15 ريال اليوم، 15 ريال البريكا، 15 ريال تحت الثمن، و 64 4 ديال البريكا 60 يا جماعه، 4 ديال البريكا 60 يا جماعه، 4 ديال البريكا 60 القبيله، 4 ديال البريكا 60. اجيو تشوفوا البريكا، البريكا والبريكا بيتنا، البريكا ريكو. مرحبا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان، نلتقي بكم في هذا البث المباشر من أجل أن نسلط الضوء على هذه الكارثة وهذه الفضيحة المدوية هنا بسوق المتلاشيات وأيضا بسوق المواشي بمدينة نزكان. كما كتشوفوا معنا كارثة بكل ما تحمل الكلمة معنا، كما كتشوفوا معنا على المباشر بطبيعة الحال كارثة. هذه البريكة ديال البطون وفيها الديل، انتما كما كتشوفوا معنا على المباشر كارثه بكل ما تحمل الكلمه معنا. فلا يعقل ان نرى مثل هذه المشاهد في مغرب 2024. فالسؤال المطروح، من المسؤول عن هذه الفضيحه وعن هذه الكارثه المدويه؟ حاله مزريه لسوق انزكان وبالضبط من رحبه المواشي، الرحبه ديال انزكان. كتشوفوا يعني الحاله ديالها مع الاسف الشديد، يعني حاله كارثيه بكل ما تحمل الكلمه معنا. فالمداخل ديال الرحبه اصبحت شبه مغلقه، انتم كتشوفوا معنا على المباشر الصوره غنيه عن كل تعليق، والصوره توضح الحاله المزريه والحاله الكارثيه التي اصبح عليها سوق المتلاشيات بمدينه انزكان، وايضا رحبه ديال انزكان كما كتشوفوا معنا. يعني الناس ما كيقدروش بطبيعه الحال انهم يدوزوا من هذا المكان من شده يعني الاوحال، وايضا كما كتشوفوا انتم شوفوا الناس يعني كيفاش كيدوزوا مع الاسف الشديد. فالصوره غنيه عن كل تعليق، والصوره توضح يعني الحاله المزريه والحاله الكارثيه لمدينه انزكان. البنيات التحتيه في مهب الريح، واسواق المدينه تغرق بعد التساقطات المطريه. فحشومه يعني هذه الكارثه، حشومه وعيب يعني هذا المشهد وهذا المنظر اللي كتشوفوا امامنا. انتم كتشوفوا ربما يعني الناس ما كيقدروش باش انهم يدوزوا من شده يعني الاوحال اللي كاينه هنا. انتم كتشوفوا معنا وعلى المباشر يعني الحاله الكارثيه لسوق المتلاشيات بمدينه انزكان مع الاسف الشديد. انتم كتشوفوا يعني مع الاسف يعني حاله مزريه لسوق المتلاشيات بمدينه انزكان، كاننا ربما في مغرب اخر وليس مغرب 2024. يعني جماعه انزكان من اغنى الجماعات على مستوى الاقتصاد الوطني اللي كتضر يعني من مداخل يعني هائله. انتم يعني الصوره غنيه عن كل تعليق كما كتشوفوا معنا على المباشر، يعني الصوره واضحه ولا تحتاج لاي شرح او اي كلمات. يعني انتم كتشوفوا معنا الحاله الكارثيه ديال سوق المتلاشيات بمدينه انزكان، يعني حاله مزريه جدا كما كتشوفوا. يعني الناس ما كيقدروش انهم يدوزوا مع الاسف. يعني انتم كتشوفوا الصوره امامكم والتعليق بطبيعه الحال لكم متابعينا الاوفياء. يعني حشومه وعيب يعني على مسؤولي ومنتخبي مدينه انزكان، يعني هذه الحاله اللي صبح عليها يعني السوق المواشي. يعني كما قال الاخ رضوان، يعني خاصهم فلوكه الا بغا يدوزوا. اكيد يا اخي الكريم، فالصراحه يعني هذه وصمه عار على جبين كل منتخبي جماعه انزكان باش نشوفوا يعني هذه الحاله اللي اصبح عليها سوق المواشي. يعني الناس ما كيلقاوش فين يبيعوا المواشي ديالهم. ايضا فيعني ما دور المنتخبين اذا لم يتم تاهيل البنيه التحتيه ويتم تاهيل اسواق المدينه؟ فاسواق المدينه تدير ملايين ان لم نقل ملايير من السنتيمات على خزينه الجماعه، وعلى ارض الواقع لا نرى اي شيء. انتم كتشوفوا معنا الصوره غنيه عن كل تعليق. فربما هذه الصوره
واضحة وتوضح بجلاء الحالة الكارثية التي أصبحت عليها مجموعة من المناطق ديال مدينة زكان. أنتم كتشوفوا يعني الناس اللي غيدوزوا ربما خاصهم يعني فلوكة كما قال واحد المتتبع في التعليق ديالو. فغادي نحاول ناخذوا بطبيعة الحال الآراء ديال الناس كما كتشوفوا معنا على المباشر. السلام عليكم خويا. هذا في الليجا ديال الخدمه ديال الليجا ديال العام 10000 ليجا ديال